عاش محافظة ضروري أن يصادقون على محاضر مشروع طريق التنمية فيما يخص التصاميم، باعتبار أنه هي 11 محافظة واقع على هذا المشروع. راح يكون هنالك أيضا زيارة لوزير النقل إلى محافظة زهور من أجل المصادقة على مسارات مشروع طريق التنمية، وأيضا تباحث ونقاش مع حكومة إقليم كردستان بشأن هذا الموضوع. المرحلة الثانية اللي تتبع مرحلة التصاميم هي مرحلة التصاميم الأولية، يتبعها مرحلة أخرى اللي هي مرحلة التصاميم النهائية، وبعدها تبدي مرحلة التنفيذ إن شاء الله. المشروع بمراحل، مرحلة أولى عام 2028، مرحلة ثانية عام 2038، مرحلة ثالثة عام 2050، وكل مرحلة لها طاقتها الاستيعابية. المرحلة الأولى راح يكون هنالك طبعا بالاعتماد على ميناء الفاو كقلب لطريق التنمية، باعتبار أن ميناء الفاو هو المحطة الأولى في مشروع طريق التنمية. الخط الرابط بين ميناء الفاو وكذلك ميناء القصر اللي هو طوله 2.6 كيلومتر، وصلت سبل الجاذبية لأكثر من 73%، هناك مجسرات عدد 2 سبل الجاذبية تقريبا 70%، أيضا تحت الحلقات سبل الجاذبية لآخر إعلان كانوا 73%، بالإضافة للمشاريع الأخرى مثل النفق المغمور وكذلك حفر قناة الملاحية. أيضا هناك مصانع وعامل راح تكون على جانبي الطريق. الخطة راح تشمل بدء بتنفيذ المشروع وكذلك آلية التقييم ودراسة جدوى المدن الصناعية اللي راح تكون على طريق التنمية. فيما يخص نسب يعني التصاميم الأولية، حاليا 80% لعمليات تحرك التربة، أكثر من 1200 كيلومتر هي عمليات المسح الطوبوغرافي، بالإضافة إلى أكثر من 75% للتصاميم الأولية بالنسبة للخط السككي، وكذلك 68% بالنسبة للتصاميم الأولية للخط البري.